يقول السائل: من أتلف مال الغير دون قصد هل يضمن؟ يعني القاعدة الأصيلة في هذا الباب أن أموال المسلمين مضمونة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. كل المسلم على المسلم حرام، وإذا أتلف أحد مال أحد وجب ضمانه، الأصل في الضمان. فالفارق بين أن يكون قاصدا وغير قاصد، فإن أتلف المال قاصدا أثم وعليه الضمان وجوبا، وإن لم يكن قاصدا رفع عنه الإثم، لكن يجب عليه ضمان المال، يجب عليه ضمان المال. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس بين أصحابه وكانت نوبة عائشة قبل أن ينزل الحجاب، أرسلت زينب بصحفة أنية، بصحفة فيها طعام، فلما نظرت عائشة علمت أن هذا الطعام أتى من وين؟ من درة، ضرائر، أتى من زينب، فضربت يد الخادم فأوقعت الصحفة فكسرتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم تبسم، طبعا قام النبي صلى الله عليه وسلم فصفعها على وجهها، فطبعا عائشة سقطت في الأرض مغشية عليها وصيح. لا لا، أنا هذه شوف ربنا يغفر لنا، أنا أتكلم عن نفسي، أنا لو واحد فينا حدث معه ذلك إيش لا يحدث؟ الكل هو كل مستعد للطلاق، مش حقا هي المسألة، لابد أن نتأدب بأدب النبي صلى الله عليه وسلم. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: غارت أمكم، غارت أمكم، اعتذر لها أولا وبين أن هذه من الغيرة، غارت أمكم، غارت أمكم. وكان الإمام مالك يقول: المرأة إذا غارت قذفت، وإذا قذفت لم تحد، وليس هذا مفتاحا للنساء من أجل الغيرة أن يقذفنا أو يسوبنا أو يشتمنا أحد، لكن أنا أقول إذا وضعت المرأة في ذلك فخرج منها ما خرج لابد أن يعتذر لها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غارت أمكم، غارت أمكم، ثم قال: طعام بطعام وإناء بإناء. فالأصل في أموال المسلمين أنها معصومة، فلابد من الضمان.